صلاح عبد الله صالح، مدير إدارة بحرية في التسويق العالمي. نبذة بسيطة عن إدارة البحرية، تنقسم إلى 4 أقسام صغيرة، كل قسم مسؤول عن شغلة معينة. أو أهم قسمين عندنا واللي هم لازم يكون الناس متواجدة فيهم 24 ساعة، ولازم يكون أون كول، لازم يكون التليفون مالهم ما يتسكر، اللي هو قسم الشاترينج وقسم الأوبريشن. قسم الشاترينج مسؤول عن قسم التأجير البواخر، يعني تشوفون الكويت اللي تشوفونها كلها في القطاع النفطي يتأجر عن طريق القسم هذا. كل العلاقة اللي ما بيننا وما بين أصحاب السفن وما بيننا وما بين اللي هو وكلاء السفن واللي هم الدلالين اللي هم يسمونهم بروكرز، اللي يحكمها قسم الشاترينج. فدائما راح يكون في اكتيفيتيز معاهم، في أي تأجير، في أي تغيير في البرنامج، يبي أجر سفينة أو نبي نأجر سفننا للخارج، أنكم متواجدين. طبعا حسب التوقيت العالمي، أنتم عارفين سنغافورة توقيتها يبدون قبلنا ب4 ساعات أو 5 ساعات، لندن عقبنا بساعتين، أمريكا عقبنا ب6 7 ساعات، فلازم نكون متواجدين 24 ساعة. هم يوزعون نفسهم على حسب الأوقات وعلى حسب الأسواق يشتغلون فيها. نيجي حق قسم الأوبريشن. قسم الأوبريشن مسؤول عن تشغيل جميع البواخر الموجودة عندنا، هل واللي مملوكة عن طريق شركة الناقات الكويتية 30 باقلة، زائد الناقرات اللي هم مأجرة من الخارج، اللي هي احنا ما نملكها، احنا مأجرينها حق رحلة واحدة. الجماعة هذول مسؤولين عنهم شنو؟ يتابعونها من الاي للزد، من يوم ما تحمل لين تفرق لين ترجع تحمل مرة ثانية. يتابعونها بجميع النواحي، من ناحية اللي هي يسودونها البنكر حقها، اللي هو وقود السفن حقها، يشوفون موضوع البرنامج مالها وين رايحه وين راده، يشوفون اي مشكله معها بالتحميل بالتفريق وهي رايحه بالطريق، تسريع البواخر على حسب الاجريد، على حسب اليوم المتفق عليه مع الزبائن الثانيين. فعندي هالقسمين لازم يكون متواجدين 24 ساعه 7 ايام بالاسبوع. ما في شيء اسمه اجازه، ما في شيء اسمه اي شيء. اذا واحد عنده مرضيه عنده شيء، الثاني يغطي عنه، لازم كل واحد له باك اب. القسمين الثانيين لهم واحد قسم مسؤول عن دمرج، اللي هو مسؤول عن تأخير البواخر. هذا هم مهم جدا بالنسبة لنا، تحصيل المبالغ هذه كلها، لكن أهميته ما تي آنية، يعني إذا صار أي ظرف طارئ ممكن هذا الشغل يتأجل لليوم الثاني. نفس الشيء بالنسبة حق قسم الأدمن، هم عندهم يتابعون قضايانا الثلاثة، اللي هي القضايا اللي هي تبع الأم جاردز اللي هم المسلحين على البواخر، حماية البواخر. الاثنين اللي هو ديفيشن اللي هو انحراف مسار السفينه، والجزء الثالث اللي هو يتابعون موضوع اللي هو زياده التامين على البواخر. القسمين هذول يعني ممكن نستعين بالقوى العامله فيهم اذا بالازمات حق اقسام الاخرى، عشان ما يكون عندك اي نقص في 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 خلال السنه. طبعا اذا كانت دخلنا بازمه، الازمه الحاليه الحمد لله احنا كقسمنا ما عندنا ازمه، الموظفين كلهم داومين. غير كذي حتى لو عندي انا نقص باي مكان، الجماعه الثانيه عبدو السداد هم اللي مغطون بالاقسام الثانيه. فالحمد لله ما عندنا شيء، شغلنا ماشي يعني نفس السابق. لكن عندنا طبعا انتم عارفين التغييرات اللي صارت حاليا، واللي احنا بالظروف اللي قاعد نمر فيها هذه قاعد تزيد الشغل على زياده، قاعدين نعمل اكثر من السابق. فهذه هي يعني ان شاء الله فتره وتعدي.